بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة عرفها أكثر أهل العلم رحمهم الله بأنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. قالوا: الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. والأحسن أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. قال: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت، وذرفت منها العيون، أي سال منها الدمع. وهذا من صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فهموا من شدة وعظه عليه الصلاة والسلام وتذكيره أنها موعظة مودع، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيودع أصحابه وسينتقل إلى الدار الآخرة. فأوصنا، أي اعهد إلينا بأمر هام. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن. فأوصاهم أولا بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذلك بأن يقوم العبد بما أمره الله تعالى به، وأن يجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. ثم حثهم على التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فقال: عليكم بسنتي وسنة قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة أي لولاة الأمر، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. فطاعة ولاة الأمر من الأمور الواجبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفوائد. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسنة، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يطول به الأمد والعمر فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا
في العقيدة، واختلافاً في العبادة، واختلافاً في المنهج، واختلافاً في الأحوال. وهذا قد حصل بعد في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد ظهرت بعض البدع والشرور، ثم لا زالت تزداد شيئاً فشيئاً إلى يومنا هذا. ثم حثهم على التمسك بالسنة، قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وسنة الخلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم سنتهم، وهذا يدل على أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج بقوله، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين، كابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص إلى غير ذلك من فقهاء الصحابة، فهؤلاء لم ينص الشارع على أن أقوالهم حجة ولكن عرفوا بالفقه في الدين فيحتج بأقوالهم. القسم الثالث: ما سوى ذلك، أي من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فمثل هذا لا يحتج بقوله. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين أي الذين هداهم الله عز وجل علما وعملا، المهديين من بعد، تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة حذر من ضدها وهو البدعة، فقال: وإياكم، أي أحذر، احذروا، ومحدثات الأمور، أي ما أحدث في الدين من الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة الذي لا ينخرم. كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا هو البدعة. والبدع محرمة، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن البدع يستلزم ولأن البدع تستلزم لوازم باطلة، من مفاسدها ولوازمها الباطلة: أولاً أن فيها
تقدما بين يدي الله ورسوله، لأن المبتدع قد تقدم بين يدي الله ورسوله وجعل نفسه مشرعا. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا من مفاسد البدع أنه يلزم من البدعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، أن يكون إما جاهلا أو كاتما للحق. فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغها فقد كتم الحق وخالف قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم يعلم أنها من الشرع فقد وصف هذا المبتدع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاهل. المبتدع هو الذي يعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك جاهل. هذان لازمان باطلان، لأن كل من ابتدع يلزم من بدعته هذا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وإما كاتما للحق وحاشاه من ذلك. ونحن نشهد بالله عز وجل بإخبار الله عز وجل عن رسوله أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من مفاسد البدع أيضا أنها سبب للجراءة على الشريعة، لأن كل من استحسن عملا تجرأ على شريعة الله وشرعه. ومنها أيضا من مفاسدها أنها سبب لتفرق الأمة وتحزبها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من مفاسد البدع أيضا أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة. إذن على المؤمن أن يجتنب البدع. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وفي لفظ آخر وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، فكان عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة. ومنها أيضا وجوب طاعة ولاة الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالسمع والطاعة لولاة الأمر، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: كأن رأسه زبيبتان. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمر. واعلم أن الإمامة العظمى والولاية الكبرى كالملك والرئاسة والإمارة والسلطة العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة: الملك، يعني أن الإنسان يكون ملكا أو يكون رئيسا دولة أو يكون سلطانا أو أميرا، بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح للإمامة فإن إمامته تنعقد شرعا، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع أهل الحل والعقد حينما اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة واختاروا أمير المؤمنين أبا بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة الكبرى العهد من الخليفة قبله بأن يقول: إذا مت فالذي يتولى أمر المسلمين،
أو الملك بعدي أو الخليفة بعدي فلان بن فلان، فحينئذ تثبت إمامته كخلافة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بوصية وعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له: ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة؟ قال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر حينما استخلفه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الخلافة أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين كخلافة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر لما طعن رضي الله عنه وحضرت الوفاة قيل له: ألا تستخلف لنا؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. فجعل الأمر شورى في أناس معينين وهم العشرة المبشرون بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الرابع مما تثبت به الإمرة والخلافة والولاية القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر حصلت الخلافة والولاية. ويرشد إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، تأمر أي جعل نفسه أميرا. هذه أربعة أمور تثبت بها الولاية والخلافة، متى ثبتت فإنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، بل تعتبر إمرته، بل تعتبر ولايته وإمامته إمامة شرعية. وفيه أيضا دليل على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخير كل الخير في التمسك بهديه وهدي أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك. هذا حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، وقد سأل عن أعلى المطالب والغايات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله أي تتذلل له بالطاعة، لأن عبادة الله عز وجل أو العبادة تطلق على معنيين، العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، وتعرف بأنها التذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً، حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، وهذان أعني الحب والتعظيم هما ركن العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، تطلق العبادة على المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والحج والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
وهنا نهي عن الشرك بنوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك نوعان: شرك أكبر وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كالذي والعياذ بالله يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يأتي إلى صاحب القبر ويستغيث به ويدعوه ويقول المدد المدد أغثني، أو تأتي امرأة إلى صاحب إلى من يدعون أنه ولي وتطلب منه أن يرزقها بذرية أو أن يرزقها بولد، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر وذنب لا يغفر. إذن الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. والشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه له خصائص أربع: أولاً أنه مخرج من الملة، وثانياً أن صاحبه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وثالثاً أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورابعاً من خصائصه أنه محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه أربع خصائص للشرك الأكبر. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وتؤتي الزكاة، يعني تعطي الزكاة لمستحقها. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس جنة، أي يستجن بها العبد من عذاب الله عز وجل، فهو جنة في الدنيا والآخرة، لأن الصوم يمنع العبد من مخالفة أمر الله، لأنه سبب للتقوى. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو سبب للتقوى، وذلك لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن ارتكاب المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، أن يجوعوا وأن يعطشوا، إنما أراد منهم تحقيق التقوى. الصوم جنة، فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، يقي الإنسان من عذاب الله عز وجل. نعم. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. فالصدقة سواء كانت صدقة تطوع أم صدقة واجبة وهي الزكاة تطفئ الخطيئة، والخطيئة هي ما ارتكبه الإنسان عن عمد وقصد، كما يطفئ الماء النار. إذن هذا داخل في عموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن فروع إن الحسنات يذهبن السيئات أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإن عليه أن يزيل أثر هذا الذنب. والسيئات أيها الإخوة، الذنوب والسيئات تكفر بأسباب، منها أولا
الحسنات الماحية، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثانيا من أسباب تكفير السيئات الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لتكفير السيئات. ثالثا التوبة إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. رابعا من أسباب تكفير السيئات المصائب التي تصيب العبد، فما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها عن خطاياه. الشوكة إذا أصابتك فهي سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. إذن هذه أسباب تكفير السيئات، فعلى الإنسان أن يحرص على الصدقة وأن يبذل المال تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل. نعم، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا فيه ثناء على قيام الليل. وقيام الليل هي الصلاة التي تفعل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكل ما فعل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو من قيام الليل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فقيام الليل فيه فضل عظيم. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل له في ذلك: يا رسول الله، كيف تقوم الليل وتفعل هذا وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكره لنعمة الله أنه يقوم الليل. وكان قيام الليل واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا قال قائل: ما الفرق بين ومن الليل فتهجد به وبين قوله إن ناشئة الليل؟ فالفرق بينهما أن التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة، أي أن الإنسان إذا نام نوما طويلا عميقا ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى تهجدا. وأما إذا رقد رقدة خفيفة أو نام نوما خفيفا ثم قام يصلي فهذا يسمى ناشئة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. ولأن قيام الليل يدل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى، فإن كون الإنسان يدع لذة المنام ولذة النوم ويقوم في جنح الليل بين يدي الله تعالى، هذا دليل على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل. نعم. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم تلا: تتجافى جنوبهم، يعني هذا في أوصاف المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. فجمعوا في هذا بين الخوف والرجاء، وهكذا ينبغي للمؤمن
أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعاً بين سائراً إلى الله بين الخوف والرجاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه. لأن الإنسان إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله وأيس من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء أمن مكر الله ولم يبالي بالمعاصي. فالإنسان إذا غلب الخوف من الله حينئذ يحصل عنده القنوط من رحمة الله، ويحصل منه أنه ييأس من روح الله ويستبعد رحمة الله. وأما إذا غلب جانب الرجاء وأن الله غفور رحيم، فإنه حينئذ يغلب جانب الأمن من مكر الله فيستمرئ في المعاصي والذنوب. فعليه أن يكون بين ينظر إلى الخوف من الله عز وجل وإلى الطمع، فيكون جامعا بين الخوف والرجاء. فالخوف من الله يمنعه من المخالفة، والأمن من مكر الله، والرجاء يحثه على سؤال الله عز وجل والعمل له سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. نعم. قال: رأس الأمر الإسلام. الإسلام هو الأساس، فهو رأس الأمر، لأنه لا يقوم الدين إلا به. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا كانت الصلاة، ولهذا كان جميع أركان الإسلام من تركها لا يكفر إلا الصلاة. من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج لا يكفر، لكن من ترك الصلاة ولو تهاونا وكسلا فإنه يكفر. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الذروة هي أعلاه، الجهاد في سبيل الله، وهو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم اعلم أيضا أن الجهاد في سبيل الله نوعان. النوع الأول: جهاد بالسيف والسنان، وهذا يكون للكفار المعاندين. والنوع الثاني: جهاد بالعلم والبيان، وهذا يكون للمنافقين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. بل الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر في حاجة، بل في ضرورة إلى هذا النوع، يعني الجهاد بالعلم أحوج ما تكون إليه من النوع الأول. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما تملك به ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. أخذ بلسانه وأرشده أن يكف لسانه عن الأمور المحرمة. فقال:
وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك أي فقدتك أمك. وهذا ليس دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما يجري على الألسنة بغير قصد، كقولهم تربت يداك، ثكلتك أمك ونحو ذلك. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن، حصائد الألسن هي ما تنطق به من خير أو شر، فإن نطقت بخير وجدت خيرا، وإن نطقت بشر وجدت شرا. ولسانك أيها المسلم إن لم تصنه أوقعك في الردى. اللسان سوف ينطق وسوف يتكلم وسوف يتحرك، فإما أن يتكلم بخير، وإما أن يتكلم بشر، وإما أن يتكلم بما ليس بخير ولا شر. فاحرص على أن لا تنطق إلا بما فيه الخير، سواء كان خيرا في ذاته كالذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والعلم، أو خيرا لغيره وهو الكلام المباح الذي تقصد به إدخال الفرح والسرور والأنس على إخوانك المؤمنين. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه، وأن يزن كلامه، وأن لا يخرج شيئا من فيه إلا بعد أن يعرف هل هذا الكلام الذي سينطق به ويتكلم به هل هو مناسب أو ليس بمناسب، هل هو خير أو ليس بخير. لأن الإنسان إذا نطق وخرج منه كلام لا يمكن أن يتداركه وأن يستدركه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.